jamaah salat subuh gabungan yang berbahagia. Selanjutnya mari kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Muslim. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقالوا الحمد لله
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقيل الحمد لله رب العالمين.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.